مش عايزين الكلام كده. يلا شباب يلا ما عندكوش يلا ما كانش معانا ما كانش معايا اي حاجه انا بقيت انت قدامي Thank you.
لو غلط فيك غلط فينا كلنا. احنا وقفنا فخلاص وقفنا يلا نوقف بقى كده. لو انت تشترك انا وانت خلاص انت دلوقتي اللي عايز تسوي حاجه والناس حاجه بالظبط من الشارع. ست Thank you.
جبر ماشي بعد كده. انت رديتي اصلا ان انا مش عارف انا. لا ما تصحى. كيف يعرفنا وما لا عرفناهمش؟ أنا لا أقول لكم آية في القرآن مش هتلوها. الله بس الناس بتصور ما يبقى. أعزائي مشاهدي التلفزيون المسابع في زرقاء شايفين دلوقتي أنا نهاركم شايفين متابعين الكرام متابعين مصري 24 في كل يا جماعة انتوا في عزة في تصوير يا فندم العزة الحد في تصوير شكرا لا معرفش يلا يا جماعة يلا ركم شايفين متابعين من الكرام متابعي مو نقل على كل
يا الله مقفل صلاح ساح يغسله الذنوب والخطايا كما نقل الثوب الابيض من الانس اللهم اغفر له وارحمه سواء الجنه نغسله بالماء والثلج والبرام وقيم شايفين عدد من يكون هنا يعني عندكم دم على البوابه بره لو عندكم دم عند البوابه بره حمدي Thank you.
يعني الفنان القدير. يعني زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام حضورا متابعين موقع المصري 24 كل مكان يعني نهاردة كنا متواجدين معاكم فيها هذا الواحد بقفل عدد ساعات
اهلا زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام، متابعي مقال مصري 24 في كل مكان، يعني ما زلنا متواجدين معاكم هنا في جنازه يعني الراحل صلاح السعدني. يعني ايه ها انا شفتك وقفت انت جوه يا عيني والله انا قاعد على البوابه عشان الست اللي انا عرفت فيها يعني يلا تمشوا. هو مين؟ هو انت هو انت هو